قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد جماعة من أئمة الحديث في رواية أخرى قيل رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ آخر هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فالمقصود أن الغرباء هم أهل الاستقامة. فطبع الغرباء يعني الجنة والسعادة للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس إذا تغيرت الأحوال وتبسطت الأمور وقل أهل الخير ثبتوهم على الحق واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا الله العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين. هؤلاء هم الغرباء وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبون نزلا من غفور رحيم.